وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وفي هذه الفقرة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الرسام المبدع إياد دلة. مرحبا بك معنا اليوم إياد. أهلا فيك أستاذة. الله يحييك. مرحبا بكل المشاهدين. الله يحييك. إياد، بداية كيف تحب تعرف عن نفسك؟ من هو إياد دلة؟ إياد دلة فنان تشكيلي وخريج لخريج فنون جميلة، أول دفعة كانت والأول على دفعتي. من طيب، موارد تاج. جميل. ولمن لا يعرف، فقد كان لإياد دلة دور في عمل معرض رسوم لشراء منزل للرسام الراحل هاشم علي، لكن السؤال هو كيف توصلت لفكرة المعرض إياد؟ الفكرة كانت والدي العزيز الأستاذ الفنان وليد دلة، وكانت المبادرة عبارة عن تقدير واحترام ومبادرة لشراء منزل للأستاذ الفنان التشكيلي الكبير هاشم علي لأسرته. نعم، جميل جدا، هذه المبادرة كانت رائعة جدا وتشكروا عليها. لكن الآن نروح نشوف لك بعض المنشورات وبعض الصور اللي رسمتها، وبعدين نرجع نكمل اللقاء ونتكلم عن علاقتك بالفنان وبوالدك أيضا وتأثيره عليك وعلى رسوماتك. شاهدنا الرسومات وتركيزك على رسم البورتريه ولا الوجوه، لكن في مسيرتك الفنية نحب نعرف أكثر، كيف أثر عليك الفنان الراحل هاشم علي ومن ثم تأثير والدك كونه فنان أيضا ورسام مشهور؟ تأثرت من الفنان الراحل هاشم علي من خلال ما قيل من الناس عن سيرته الطيبة والحسنة، و مدح أكبر الفنانين وكل الفنانين له ولأعماله، وأيضا تأثرت بأعماله الجميلة والرائعة جدا. جميل. أما بالنسبة لأبي فهو تأثير منذ أن ولدت، يعني مشاهدتي المتواصلة والجلوس معه، الجلوس الدائم معه كان له أثر كبير في حبي للرسم وشغفي به. هذا يعني انه بدايتك في الرسم كانت انت صغير جدا. نعم. طيب كيف تطورت موهبتك بالرسم؟ كلمة والدي. وهل صارت لك شخصية مستقلة في رسوماتك ام انك تتبع مدرسة والدك؟ ليس لي، لا ما زلت اتعلم، وليس لي مدرسة مستقلة، انما كان أكثر شيء حبي لرسم البورتريهات. جميل، وإيش السبب اللي خليك ترسم البورتريهات فقط؟ تعابير الوجوه، وأنه الإنسان وأنه الوجه أكبر تعبير موجود يعني في الإنسان، ومدى الكمية الهائلة من التعبيرات التي دائما يخلقها الوجه. والزمن دائما يرسم الأفراح والأحزان، وكل الشعور دائما يرتسم على وجه الإنسان. طب على إيش تعتمد في اختيارك للوجه؟ كان اختياري للوجه انعكاس مشاعري على هذا الوجه اللي رسمته، سواء كان بحزن أو سعادة أو فرح أو هم، مدى صدق التعبير في هذا الوقت. جميل. طيب السؤال اللي ما يحبوش أي فنان، هل تحصل على عائد مادي من رسوماتك؟ أحصل على عائد مادي، ولكن
نقول انه بنسبة ضئيلة او ليس بقدر الكافي مقارنة بالشغل الموجود بالعمل. طيب الناس في العادة ما يفهموش انك كرسام انت المفروض لما يقول لك ارسم لي المفروض تاخذ منه مقابل مادي من غير ما تطلب. هل تواجه مشكلة زي كذا؟ اللي يجي مثلا يقول لك كمعروف يقول لك احنا معارف فارسم لي كذا ويتوقع تكون هدية من غير مبلغ مادي. فعلا نواجه الكثير، ولكن دائما الفنان يقدم الفن كمحبة وليس كعائد مادي، ولكن أحيانا الاحتياج يفرض أنه نأخذ العائد المادي. طيب هل ترسم أيضا رسوم كاريكاتيرية؟ الكاريكاتير لا أبدا، ما فكرت حتى تخوض فيه، يمكن هو مربح أكثر. لكن أحب متابعة الكاريكاتير وخاصة مع الفنان رشاد السامعي. طيب إياد، الجمهور بالطبع الآن بعد مشاهدتك ايش يتابعك؟ ففين ويتابع أعمالك؟ ففين تنصح الجمهور بمتابعة أعمالك؟ على صفحتي في الفيسبوك. جميل، إياد دلة. جميل، يتابعوك إن شاء الله على صفحتك في الفيسبوك إياد دلة. طيب إياد، هل شاركت في مسابقات أو فعاليات للرسم محلية أو عالمية وحصلت فيها على جوائز؟ شاركت في معرض تعز نسب ألوان الحياة وحصلت على المركز الأول. جميل. وشاركت في معرض أقيم بالجامعة تعز. جميل. تقريبا تابع لمكتبة الثقافة وحصلت فيه على المركز الأول. جميل، هذا محليا. عالميا شاركتنا كطلاب في معارض الفنون. عالميا وعربيا لا، ليش ان شاء الله تاخذ فرصتك وتطلع عالميا وعربيا. طيب هذا يقودنا الى السؤال، ما الصعوبات التي تواجهك كفنان يمني؟ صعوبات اولا في ظل الحرب عدم وصول الالوان والادوات، ادوات الفنان يعني كامله من الوان وفرش ومخففات ولوحات، هناك صعوبة في الحصول على هذه المواد. وأيضا إنه يعني نظرة الناس أو تقصد إنه الفن ما يأكلش عيش؟ اقتناع يعني الناس باللوحات يعني قريبة هذه. طيب إياد في المستقبل أو يعني بعد 5 سنوات كيف تراه؟ إن شاء الله حضر الدراسة العليا بإذن الله إن شاء الله. وكفنان ما هو طموحك كفنان؟ وكفنان لازم أوصل رسالة الفن من المحبة والسلام، التعايش، الوفاء، رسائل الفن الجميلة دائما. جميل، رائع، شكرا لك إياد دلة الرسام المبدع، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك أستاذة.